فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأول في التيمم؟ هل المسح الوجه أو الكفين؟ مسح الوجه أولا، ثم امسحوا بوجوهكم وأيديكم. امسحوا به، والله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدين. وأما الحديث أنه مسح بكفيه ووجهه، الواو لا تقتضي الترتيب، الواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب، تحمل على الآية: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبدأ بالوجه، ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. نعم.